السنة دي 1 أغسطس احنا كلنا كده طلع لنا في ذكرياتنا او شفنا انه عدى سنة، واللي متابع المشروع الاهم انا شخصيا بشوفه المشروع الاكثر انسانية اللي حصل في بلدنا حياة كريمة. مع بداية شهر اغسطس نقدر نقول انه مرت سنة على إطلاق الرئيس السيسي للمشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجاً حياة كريمة. المشروع كان في مرحلته الأولى بتتنفذ لخدمة 143 قرية في 11 محافظة مختلفة. سنة من العمل وسنة من الإخلاص، وعلى فكرة احنا بنقول سنة من إطلاق المشروع. المشروع كمان كان بدأ بالفعل قبلها ب6 شهور، لكن الإطلاق وإحنا عرفنا الاسم وبقينا يعني متابعين حياة كريمة لكل المصريين، الحياة التي يستحقونها. تعالوا نشوف تقرير عن سنة كاملة من العمل من خلال التقرير اللي جاي.